ناولو ناولو للمعلم 150 الله يبارك له. خاين يا طرخون خاين، بزرعوا بارضي بيطلع بارض غيري يا طيفور. اوعى تبنشر يا طرخون. هات لك الله يبارك له الله يبارك له يا الرزق الله يبارك. فاشل يا طرخون، حق لك يا جارس معي يا كني. الله يعينه الله يعينه اللي ما له لا شغله ولا عمله. معتر يا زلزة الدين معتر، هاتين اخد 2000. ريانة البندورة ريانة بالعربانة مو بالدكانة، معك شنط معي خيزرانة. طول هون انت وياه ولا؟ كل واحد يلتقي من شغله لك عمي. عين الحسود فيها عود يا معود. روح انت وياه من هون احسن ما تربي الطنبر على راسكم. ها لك اخي، شو بدك فيهم بسرطوا الجماعه؟ شو بدك فيهم؟ رزقهم ضريبه فكني عون. اتركوا لك عمي، اتركوا، شايفين مشكلاته كثير، خلي بعبع على الفاضي. بعبعك رصاصي فكني. عالهودا لينيا، شو ذكي قديش طلع حسابه؟ 75 ورقة. راعي حاجته 70، باينته موظف. شو بتشتغل عمي يعني بلا منهودية؟ استاذ مدرسة ابتدائي عمي. قال بيشتغل استاذ مدرسة شتي الابتدائي. اصبح لا تاخذ منه منهم. لا عمي، الله رازينه، عم اشتغل شوفير بكره بعد الدوام، هي 70 ليرة. لا عمي حاجتك 50. لك عمي حاجتك 50، خلص روح. حلو. روح الله يوفقك وينجحك الهي. لك حاجتك بقى لعي فاضي، تعال هون ضبط لي شي نار على الأرجيلة. يلا ليش تحب تلعب كثير مع الزباين؟ سيك غسيلة كاسة وعبيها، سيك ضب لي هالأرجيلة وشرف معي انت وياه. ليش شو سوينا؟ لا كتر حكي، يلا شرفوا معي، الطنابر ممنوعة. حاضر سيدي، قلت لك 100 مرة ما بدنا نجي على حارة الأكابر، شرف حلها بقى. الله لا يوفقك يا طيفور، أكيد هو اللي داعي علينا. إيه يلا يلا، واحد بيطلع معي وواحد بيطلع بالطنبور. يلا شرفوا. ماشي، شو أبو الدراويش، بتطلع بالطنبر ولا بطلع أنا بالهي السيارة؟ لا لا، أنت بتطلع على الطنبر، أنا بطلع بالسيارة، لأنه بخاف أنا إذا طلعت على الطنبر يلعب الشيطان براسي وفر من وش العدالة، وأنت بتعرف المساعد جميل ما بيرحم حدا. أخي شغلتكم بسيطة، هلا منصادر الحصان والطنبور وبنكتبكم تعهد وبترجعوا على بيتكم متل ما بدكم سيدنا. شرف يلا طلع الطنبر روح. يلا خلصني يلا. شرف طالع حطه بالنص. ولا يوفق يا طيفور. ليك مشكلة، اني ما عم بقدر افهم شو صاير، بس امي عم تبكي. معقول يكون ضاربة؟ اكيد ضاربة. شو ها؟ شبكم انتو اتنين جاي كأنو عاكلين قتله؟ الله يرضى عليك يا بدرية، لا تزيدي على قلبنا، اللي فينا بكفينا. الله لا يشمت لعادي فينا. صوتوا صوتكم. شوفي شو صاير يا بدرية. طلع طلع. شو بدك تقول صاير اكثر من اللي صار؟ هي كل القصة يا شباب. لك يا جماعة، أنت درويش وبعرفها، ما بتبكي لرغيف السخن، إذا ما كان طيفور هو اللي مبكيها ما بيكون اسمي درويش أنا. مزبوط عم تحكي، لأنه أمك لا يمكن تبكي لرغيف السخن، على طول ضحكتها هالقد، لا ليش الكذب؟ على طول عادش يا حماتي. يا شباب ما بدنا نظلمه نحن للأنكل طيفور، يعني احتمال يكون ضربة مو أكيد. هلا أمي وينها؟ قالت لي حم عليها قاعدة بغرفة أو نازلة بكي بكي. عم تبكي يا أمي عم تبكي يا لطيف، لك اللي بدي بكي أمي لسه ما خلق، أنا هلا بدي ورجيه إنتو. يا درويش يا درويش، وين رايحتك؟ أنا اللي بدي أضرب أمي بوردة، بدي أضربه بسطل زريعة. حبيبي هدي حالك، طيفور كله على بعضه ماله هون. خلاص أنا فارد أمي بعدي هيك. لك وأنا كمان هجت أعصابي بعدي. لا بتفرقوا يا شباب، عم لكم احتمال يكون كفين يعني مو اكثر. لك يا بدريه مكتوب مبين من عنوانه. يا اخي لا مبين ولا شيء، يعني يمكن يكون ضربه ويمكن لا. لك طالما في ضرب معناته في بكاء. خلاص انت خلاص. اوعى فريد معي ادخل زاويه بعدي. يا امي 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 بدريه، عم اقول لك اتركي ايدي احسن ما اطرحك ضرب بشلك حركك. اتركي ايدي. خلص خلص بدونا، اتركي اتركي، خليه يرد كرامته وكرامتنا اللي انسلبت. لك لاخر مره عم اقول لك
ولا درويش؟ نعم ماما. انقلع على غرفتك ولا؟ أنا لا حدا ضربني ولا حدا قتلني، ما بكفي كل البلاوي اللي اجتني من تحت راسك وراسه، لاحقينه على ورشته مشان حتى تبهدلوه قدام العالم، ما بكفي الليلة اللي قضاها مع طافش؟ على كل الحماتي ولا يهمك، الله زعزانا. راح المال وراح الرسمال. يا حسرتي عليك يا طافش. لأنه عووش اللي بيكون ملحوش ما حدا بيعرف. لك يا ريتني لا اشتغلت هالشغلة ولا تعرفت عليه. لكن شلع قلبي لما أخذوا مني. ليش أنا يعني ما تأثرت؟ كل ما تطلع فيه ترغرغ عيوني بالدمع. لا تفتح لي جروحات يا أخي أبو زيد. من الصبح قلبه حاسه. ببرونة الحليب ما رضي يشربها. لك يا ريت طيفور ولا هو. أصلاً طيفور متعود على الحبوس. إيه ما كله منه. أدحوا عين واحدة جاب أجله. الله لا يوفقك يا طيفور الحسود، ان شاء الله شلون ما مشيت تتفشكل. على كل ولا يهمك اخي درويش، نحن اولاد اليوم ونحن لك يا طيفور التفت. بدريه انت اجازك وروح على غرفتكم بسرعه لشوف. وانت ولا من حالك وروح على غرفتك تضرب انت وطافش والطنبر سوا. شوفي ام درويش، انا والطنبر معليش، بس اما سيرة طافش ما حدا بيجيبها بنور. امشي ولا امشي يا عمي. امشي حال هذا اللي ناقصني. روح الله يعينك يا طيفور. شو بدك تتحمل لتتحمل؟ يعني انا ما عم بقتنع بنوب نوب انه امك فيها شيء. طيب لا في اثار ضرب ولا في اثار قتل ولا شو عم بكذب؟ انا شفتها بعيني دموعها نازلين على عد خدودها مثل حبات المطر. هلا معقوله وحده مثل امك واحد مثل طيفور يسلخ قتلك؟ شو هالحكايه؟ روحي شوفيها مثل الزير. وطي صوتك سكوت. انت شو ناوي تيجي تقتلنا شيء قتلي انا وياك يعني؟ بدورة شو رأيك تروحي على المطبخ تلفي لي عروسة زيت وزعتر جوعان كتير. حبيبي ليك المطبخ قدامك، روح لف لحالك. لا ما حذرتي لأني ما بستجر، بركي اجتني شي طايشة من برا. ايه وأنا ما بستجر. مرحبا ام درويش. امي ردي على اخي السلام، ليش ما عم تردي؟ ما بدي رد عليه بالذات، هو ما بدي رد. ليش؟ لا سمح الله في شيء جديد يعني عامل شيء؟ لانه كل وجع الراس والمشاكل اللي عم تصير لي من تحت راسه. اصلا انا عمية خراس. اصلا في حدا منكد علي عيشتي غيرك؟ يسلم تمك حماتي، ولد عاق. وانت تاني ست باجوقك، ان شاء الله مفكر حالك احسن منه. امي يا امي الله يرضى عليكي، حاجه بقى تسبي بهالشباب؟ شو صاير لك انتي؟ فهمينا شو عامل درويش. ايه امي اذا في مشكله نحن مو احتمال نحلها وبس، نحن منبترى من الاساس. باين عليك تقتل القتيل وبتمشي بجنازته، بس مو الحق عليك، الحق علي انا يلي ما تركتك وانت وصغير صايع ضايع بالشوارع ورحت تجوزت. يا امي طولي بالك، فهمينا شو القصه. حماتي لا يكلك فكري، إذا طيفور ضربك كف رح أضربه 100 كف بدل هالكف. لا باين عليك من شد الظهر فيك رجال. شو شايفك صرت هون؟ هلا كنت هنية. يا أمي يا حبيبتي هيك ما رح نصل لنتيجة، طيرتي للرجال. عدي 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 فهمينا شو صاير. سالي سالي لأخوك المحترم شو عاملين؟ أنا أمية مسكين عامل حالك ما معك خبر؟ زكية بشرفك بزمتك بوجدانك، أنا غلطان بشي؟ أنت؟ لك أنت مثل السمنة على العسل، أنت بشرفك وبوجدانك وبضميرك، شفت علي أنا شي غلط؟ لا يا أبو زيكا، لا أنت إذا بتغلط معي أو بشوف عليك شي غلط، بمشي معك من هون لهون، أنت ما في منك. روح ربي علي مراتبك. إن شاء الله يا أبو زيك تمسك التراب يقلب ذهب. شفتي أمي؟ ليكن مو عاملين شي. هلا الدنيا كلها ما وسعتكم، ما لقيتوا الا قدام محل طيفور تروحوا هنيك تعيطوا وتبيعوا وتسمعوا لزلمه كلام طالع نازل؟ يا عيب الشوم عليكم. لك اللي تحملوا منكم الجمل، الجمل ما بيتحمله ولا بيصبر الصبر اللي صبروا. كذاب طيفور واحد كذاب، نحن ما سمعنا حكي ولا شيء، نحن كنا واقفين عم نبيع، واللي بده يبيع بده ينادي، واللي بده ينادي بده صوت عالي لانه الصوت العالي بجيب زباين، وهذا رزق لك عمي، والرزق بده خفيه،
بقى الحسد وضيقة العين ليش؟ فوق ما عم نصرف عليه كمان؟ ايش نسينا وخلفنا؟ يعني نحنا اصلا سلخنا عين من ورا عينه صادروا لنا الطنبر والحصام. هي وقف لنا شغلنا، خليه يروح ينبسط. يلي ما بيريد الخير لجاره ما بيريد الخير لداره. ليكو عم يشكي ويبكي من ورا نيته العاطله، شخص لا يحتمل. انجرزد المان هيك بالاجنباوي بيقولوا، لك ضربني وبكى وسبقني واشتكى. اصلا طيفور ما عاد يفوت على هالبيت من تحت راسكم. طبعا معه حق، ومو بعيد يطلقني كمان. طيفور ما نام ليلة هنية بهالبيت، ليش؟ لأنه دائما بتخلقوا له مشاكل. بس شو أعمل أنا، شو أعمل؟ هذا حظي. يا شباب أنتوا لازم تشتغلوا، يعني لازم تثبتوا موجوديتكم. ما معقول تضلوا هيك قاعدين عطالين بطالين لا شغلة ولا عملة. البيت بده مصروف. مين قال لك رح نتم عطالين بطالين؟ من اليوم ورايح شوف الشغل شلون بده يصير. لك نحن اصلا المعلم طيفور هو اللي بده يضيع، فهمتي؟ ما رح يلاقي شغله يشتغلها. ايه وشو ناويين تشتغلوا يعني؟ الشغل مكسر بعضه. لك عمي قوم ابو زيك، قوم لهلا قوم معي. نوين؟ نوين بده يكون يعني؟ على شي ساحه من الساحات نسترزق فيها. وشو بدنا نعمل بشي ساحه من الساحات؟ نشحد؟ لك شو نشحد انت الثانيه؟ محل ما في عمال بنوقف جنب منه، شو بيشتغلوا بنشتغل والله بيرزق. مزبوط زكي حبيبي، روح معه الله ما بينساكم. اصبح ادعي لنا بالدوره لانه انت دعواتك كلها مستجابه. لك روحوا الهي الله يرزقكم ويوفقكم ويعطيكم، ان شاء الله يا رب تروحوا فاضين وبترجعوا محملين.